صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين اللهم ربنا لك الحمد كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير اللهم أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق وقولك حق والنبيون حق والجنة حق والنار حق والساعة حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا أنت أعلم به منا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار محيط اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا
أبدا ما أبقيتنا واجعلهم وارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا ذا القوات المتين يا راحم المساكين يا الله. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأذل الكفر والكافرين ودمر أعداء أعداء الدين واجعل اللهم بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين. اللهم احفظ مسجد الأقصى. اللهم احفظ مسجد الأقصى. اللهم احفظ المسلمين والمسلمات. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ونعوذ بك اللهم من شر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. ونعوذ بك اللهم من النار
ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك الجنة لنا ولوالدينا ولما الله حق علينا وللمسلمين أجمعين. اللهم إنا نسألك المغفرة والثواب لمن بنى هذا المسجد ولوالديه ولكل من عمل صالحا فيه إحسانا. واغفر اللهم لكل من بنى لك مسجدا يذكر فيها اسمك بنى الله له بيتا في الجنة. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانه. اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانه. اللهم اختم لنا شهر رمضان بالمغفرة والنجاة من النيران. اللهم اختم لنا شهر رمضان بالمغفرة والنجاة من النيران. اللهم اغفر له وارحمه سامحا فهد الزياني رحمة واسعة. اغفر له وانظر له بعين لطفك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرق الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا وتلاوة القرآن الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا أو اجعلنا ممن يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا
أو اجعلنا ممن سيقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم اعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وأحبابنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا في شهر رمضان المبارك على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك من لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.